بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا في البداية، المباراة صعبة جدا بالنسبة لنا، فرقة اتفرجنا عليها أكثر من مرة. صعوبة المباراة اللي هم جايين من خسارة من أبو سليم 1-0، فده بيزود صعوبة المباراة. لكن اتكلمنا مع اللعيبة على أساس إن احنا لينا هدف إن شاء الله ناخده، عايزين يعني إن شاء الله نتصدر المجموعة بالمكسب بكرة إن شاء الله. أتمنى ربنا يكون معانا على أساس الماتشات كتير الفترة اللي فاتت، عندنا لعيبة يعني سنة مجاهدين، لكن إن شاء الله نعمل أحسن حاجة وربنا يوفق إن شاء الله، ونعمل مباراة كويسة بكرة ترضينا وترضي اللعيبة وترضي جماهيرنا إن شاء الله. يعني بالنسبة لنا إحنا واخدين دوري المجموعات، بالنسبة لنا هدف دلوقتي اللي إحنا إن شاء الله أول خطوة لينا اللي إحنا نبقى أوائل المجموعة إن شاء الله. مش عايز أبص بعد كده عشان ما أشغلش اللعيبة بكذا هدف. زي ما اتكلمت قبل كده، إحنا بنبص أقرب خطوة لينا إيه ونشتغل عليها. فهدفنا الأول أو الأوحد دلوقتي اللي إحنا إن شاء الله نبقى أوائل المجموعة ونعدي دور المجموعات، وبعد كده إن شاء الله لما نتأهل هنبص نشوف هنلاعب مين والفرقة اللي احنا نلعبها والكلام ده ونشتغل عليها. لكن الخطوة الأساسية بتاعتنا ان ربنا يكرمنا ونطلع أوائل المجموعة عشان نكمل في اللي بعد كده إن شاء الله. بس أول حاجة اللي احنا نطلع أول مجموعة إن شاء الله. يعني الحمد لله حضراتكم يمكن شايفين الحالة المعنوية اللي واقفين عليها اللعيبة. يمكن أنا بشكرهم جدا طبعا اللعيبة، يعني إن أنت تجيب لعيبة كبار وتقدر تتعامل معاهم، لأن ما شاء الله لعيبتنا يعني كلهم لعيبة كبار. ما أنا كنت بتكلم معاهم إن هم الحمد لله حظ حلو، اللي هو يعني عندي مثلا 6 7 كباتن في الفرقة، فاللي أنت تقدر تتكلم معاهم ونقدر نخرج من اللي إحنا كنا فيه، فدي حاجة بتبسطني جدا وأنا بشكرهم عليها. احنا من الناحيه النفسيه يمكن بنتكلم فيها كتير جدا اكتر يمكن كمان من الناحيه الفنيه كمان، لان هم احنا خلينا متفقين ان هم لعيبتنا لعيبه على اعلى مستوى. لكن لما اللعيب اللي على اعلى مستوى ولعيب كبير لما بيحصل فيه ضرب، فازاي انت تقدر تخرجه من ده؟ فده بيبقى محتاج كلام كتير ومحتاج معامله خاصه يعني. فانا كان بالنسبة لي الموضوع سهل جدا، بدل انت عارف لحضرتك لو بيتكلم مع لعيبة صغيرين كان الموضوع بقى أصعب، لكن لعبتنا لعيبة كبيرة جدا، فالحمد لله ساعدوني ان احنا نخرج من الأزمات اللي احنا كنا فيها بسرعة شوية، يعني بسرعة كبيرة جدا. احنا ما خدناش 3 4 أيام وبعد كده دخلنا على بيراميدز وبعد كده الماتشات المتتالية. فأعتقد الحمد لله قدرنا نقف على رجلينا بسرعة.